تمام يا اخوان، في الحلقة هذه حننقل صغار البط او الشبابي، وكمان حنشوف ايش صار في الحلقات اللي فاتت على القناة الاحتياطية. صراحة صار كذا شغلة مستفزة، وحبيت ان انا احكي لكم اياها على القناة هذه، لانه في بعض الاخوة مش بشاهد القناة الاحتياطية. اليوم في هواء ورياح وحاجات كثير زي ما شايفين تقع الاشياء، وهواء ورياح. ف هنعمل لكم الفيديو على السريع هيك على اساس انه الهواء والرياح هذا يعني حيخرب التصوير والصوت، اللي هو جودة الصوت والاشياء هذه. فالمهم ايش صار في اللي هو الفيديوهات او الفيديو السابق، وبعد هيك حننقل اللي هو البط الشبابي. تمام يا اخوان، بالنسبة لبيض اللامبرغيني، انا في الحلقة اللي فاتت اللي صورتها معكم على القناة الاحتياطية كنت نطلع الرومي، وانا بأنسى كل ما اطلع الرومي دغري بدخل هيك وبكسر بيض اللامبرغيني. فلقينا اللي هو بيض اللامبرغيني مكسر للأسف طبعا، وفرجتكم اياه في الحلقة اللي هي حلقة امس او حلقة اللي هو اليوم على القناة الاحتياطية صباحا، وهذه اللي ضلت مكسورة برضو. حنحطها للبادجي عشان نقويه. وكمان فقدنا زوج الحمام القلاب الصغير الطلاقي اللي كان يطلع كل يوم صباحا من الفتحة هذه ويطير يلف العالم ويرجع، اللي كان يطلع من هان. فعلى ما يبدو انه طلع زي عادته كل يوم يطير ويلفلف، ففي حد صايده زي ما شايفين، ما له اثر في البيت. فعلى ما يبدو في حد صايده، لو فيش حد صايده كان رجع ودخل البيت وما فيش اي مشكلة. او الاشي الثاني انه اليوم كثير رياح، طبعا زي ما شايفين ما لهش اي اثر، ولا واقف هان ولا هان ولا اذو اثر في الجو. فعلى ما يبدو اليوم في رياح، فعلى ما يبدو انه الرياح سحبت الزوج لمكان بعيد، والزوج خاف فنزل عند اي مربي تبع حمام وصاده. طبعا الزوج لونه اسود والثانية فحمي هيك، اسود مع فحم. من جاية هذه؟ تمام، اجت تاخد رزقها. تمام، ايش موضوع حلقة اليوم؟ طبعا قبل ما نفوت على موضوع حلقة اليوم بذكركم انه تروحوا على القناة الاحتياطية، فيها حاجات بتصير وبنزلكم فيها فيديوهات شيقة وحماسية وفيديوهات حلوة. فيديو اليوم يا اخوان عن نقل هذا البط. طبعا كثير انطلب مني، يا ابو ادم خلص انقلوا، يا ابو ادم انقلوا، يا ابو ادم انقلوا، يا ابو ادم. فان شاء الله في الحلقة هذه حننقله ونستعوض ربنا فيه. كيف نستعوض ربنا فيه؟ لانه لسه صغير، وقبل هيك انا نقلت نفس الحجم وافترستها العرسة. فربنا يسترنا ونستعوض ربنا فيه وننقله ونتوكل على الله. طبعا في كثير منكم قاعد يقول لي انقل البط وانقل البط والى ذلك. تمام، هذه ملهاش ألف لازمة، يعني 1030 لازمة ملهاش يكون مع أولادها، هذول أولادها اللي هنا. فحننقلها للذكر كمبدئيا، حناخدها هيك شيلة بيلة بعد ما طلعت جناحينها. طبعا أنا قلت لكم إنه أول ما تطلع جناحينها زي ما شايفين طلع جناحينها، حننقلها لبيت ثاني مع ذكر. فحناخدها هيك شيلة بيلة ونروح لذكر وناخده كمان. اهدي يا حجة بالدمسكي منيح، كبت المية. تعال اشوف، خلنا نسكر بس الباب وننقلها. ما شاء الله وزنها زاد وحلو، فحنخففها. لقيت حنخفف وزنها على اساس ان احنا بدنا اياها تتخصب وتصير وضع بيض والى ذلك. تمام، بعد ما حطناها هنروح نجيب الذكر. بسم الله، هوا هوا وريح، مش طبيعي الجو يا اخوان. طبعا بيقولوا هذه اخر نوة او اخر عاصفة هتيجي على قطاع غزة، مش عارف صراحة في 2023. بسم الله، طبعا هناخد هذا الذيك ونحطه معها. صراحة بدنا نشوف كيف رد فعله، لانه له تقريبا شهر ما شاف انثى، يعني ما مسك ولا شاف ولا لمس انثى. فحنشوف كيف رد فعله بعد ما نحطه مدة شهر. بسم الله،
اهدى يا حاج اهدى. بسم الله ما شاء الله يا اخوان حجمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام خلنا نشوف. بسم الله بسم الله بسم الله. والله يا اخوان حجمه ما شاء الله عليه. طلعوا كيف حجمه ما شاء الله يا اخوان. حجم بتكلم مش قادر امسكه. بسم الله ما شاء الله. وين هذا هو فراشة فراشة ما شاء الله. تمام هنفتح اللي هو باب. يخرب بيتك يخرب بيتك. خلنا نشوف ايش رد فعله اول ما نشوف الانثى. ما شاء الله اها. طبعا رد البداهي او البديهي انه هو يجي يخصب ما شاء الله عليه. بس رفرف سكر البيت كله ما شاء الله. يلا يا حج انثى الجنس النظيف. زي ما شايفين حيبدا انه هو يعني يحرحر هيك وانا ذكر وانا ذكر وهيك. ان شاء الله خير. تمام بعد ما نقلناه هنرجع نحط له مويه واكل. خلنا نروح ننقل اللي هو البط الشبابي وكمان اللي هو البط الصغير. ايش نسوي فيه؟ نخليه في البيت ونحط له بطه صغيره معاه بسرعه. خلنا نروح نشوف. بسم الله والله صار له صاحبيه هذا توم. وين جايب لنا اياها زي الخاينه شكلها بريه من الببخ وبعضه. مش طبيعيه. تمام خلنا نشوف اللي هان ايش بدنا نسوي فيها يا اخوان. طبعا هنشوف التزاوج. يعني هنشوف التزاوج قلنا قلنا لا هنشوف التزاوج. زي ما شايفين سبحان الله سبحانك يا رب. هاي التزاوج زيه زي الحمام بالضبط. اليمام من عائلة الحمام بالضبط. مين اللي بهدر قاعد؟ الله أكبر وينه؟ هيو سبحان الله يا اخوان. اليمام هذا رقيق جدا جدا جدا. تمام خلنا نروح نشوف ايش نسوي في البيت ونقل البط بعد ما شفنا تزاوج اليمام. اذا انتوا يعني بتصدقوا او ما بتصدقوا قعدت فتره واقف على اساس انه انا افرجيكم تزوج الحمام او اليمام. اه والله يعني رحت غاد وشفتهم هم بتزوجوا رجعت ثاني قلت بدي اصور لكم اياهم بتزوجوا وصورتهم. خلينا نروح نشوف ايش بدنا نسوي غاد. كمبدئيا خلينا ندخل اللي هو الطيور هذه في البيت الثاني مطرح اللي الديك اللي نقلناه مع البطه. وحنقول له هو المويه تبعته وبعد هيك حننقل البط. بسم الله يلا فوتن فوتن يلا يلا هوب 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 يلا فوتي. تمام بعد ما نقلناهم هنظبط اللي هو البيت وحننقل اللي هو المويه تبعتهم وحننقل المويه هذه وكمان حننقل اللي هو البيض وحنجيب ميه اللي هو البط نرجعها هنا. بسم الله بسم
والله يا اخوان في جحور جحور في الارض، يعني بتقع التربه قاعده مني. شايفين في جحور؟ هذا اشي بيخوف، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين ليش بديش انقلهم؟ انا حنقلهم على اساس انه انتو استوعبوا علي. حنقلهم ولا يصير يصير. بسم الله. ننقل البيض المكان الثاني. هذا هو البيض. بسم الله. تمام يا اخوان، بعد ما نقلنا المويه ونقلنا البيض غاد، هنروح نجيب البط ونستعوض ربنا فيه. مش عارف صراحة ايش اللي حيصير. على العموم خلنا ننقل البط، خلنا نمسكه كله وننقله، ولكن خلنا ناخد انا البطة هذه الصغيرة. تعال يا حجة، بسم الله، نحطها هنا مع هذا. خلص 100%. خلنا ننقل اللي هو البط هذا. بسم الله. محرزات يا اخوان، شايفين؟ والله محرزات. انزل ولد، محرزات والله. وزنهم حلو، وزنهم كمان حلو وتقال ما شاء الله. تمام، هننقل لهم. والله وزنهم حلو يا اخوان، ما شاء الله. والله يبجحتني ما شاء الله. طبعا تمام، حنقلهم في البيت هذا. بسم الله، نستعوض ربنا فيهم. عاشوا عاشوا، ماتوا ماتوا، اكلتهم الجرذ، اكلهم الحنشان، ربنا يعوضنا عوض خير فيهم. تمام يا اخوان، ما تم معنا وقت، هروح بس اشرب هدلاك، احط لهم شراب ونحط لهم طعام. خلكم معنا. كسرات هوا شديد كثير، دير بالك اطلع الدار عشان هلقيت الزناقي اللي فوق الدور بتقع. هسه تقع عليك يابا، روح قبل في زناقي بتطير هالجيت. تمام يا اخوان، زين شايفين، هنحط لطيور بيتنا البطيات هذه. خلنا ناخذ واحدة، في الان انا عندي بخش نحط لهم منه. بسم الله، انكب يعني حطيت لهم اياه في صندوق انكب.
تمام بعد ما حطينا لهم الاكل والمويه. ايش يا بابا؟ طيب لقيت الهواء هذا كثير قوي فبكسر اشياء كثيره، حتى فيها مسامير مش عارف كيف. تعرف ايش ضايع؟ الجوز الاسود. القلاب اللي بطير وبرجع. بطير وبرجع، ما هو ما رجعش اليوم. ما رجعش؟ شكله في حد صايده. يلا بعوض الله يا بابا. الحمد لله عمرنا ما تهنينا على شغله. الحمد لله. تمام خلنا نحط له البطه هذه او البطات اللي نقلناهم. بسم الله شردوا. يلا كلين 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 كلين. تمام يا اخوان زي ما شايفين نقلنا اللي هو البط واستعوضنا ربنا فيه، يعني عاش عاش، اكل الجرد اكله. حنجيكم في فيديو ثاني على القناة الاحتياطية بكرة صباحا ونشوف ايش صار فيهم. فأتمنى انه اللي ما شافش اللي هو القناة الثانية هتظهر لك في اخر الشاشة، هان دويرة وهان دويرة، اختار القناة اللي هي الثانية مش القناة هذه، ايموجي او الصورة الصفراء، الصورة الزرقاء والحمراء. فإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وانال اعجابكم. طبعا انا حاعطيهم اللي هو الوجبه الثانيه، انا اعطيتهم الوجبه الصباحيه ولكن حاعطيهم الوجبه الثانيه لانه الجو اليوم كثير برد فبدي ادفيهم. اتمنى نكون وصلت لكم فكره وقدرنا نعمل لكم اللي هو محتوى يليق فيكم. وبس اتمنى لكم يوم سعيد حبايبي، اطمرش عليكم يوم ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح عند امك يا حجة، روح عند امك، روح عند امك طيري. وهذا اللي هلقيت بياكل، خلى كل الطيور تاكل زيه. اوعى شوف سكر الباب هذا عشان البط. لا سكره. بسم الله. مهما طعميه ما بشبع. واضح. بسم الله. روح بيتك يا حبيبي، روح بيتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله 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 ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لسه تم معانا عاش. سلام يا اخوان.